الآن المقاطعة الاقتصادية لفرنسا من الجهاد بالمال. قالوا حتى في ليبيا ظهر بعض هؤلاء من هذا التيار المنحرف وقالوا لا، المقاطعات ليست من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، القتال إلى جنب الروس وقتل المسلمين مع الروس ومع الفرنسيين هذا من هدي الإسلام عندهم. ما هذا الفهم المعكوس؟ سبحان الله.